حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نهار جديد، وصفه جديده مع اختكم ناديه، كوزين ناديه سامبل فاسيل. اليوم جيتكم ان شاء الله نحضروا مع بعض حلوه رائعه راقيه، واللي هي لي فو ماكارون. غادي تعتمدوهم هادو في كل المناسبات. هذه الوصفه دسوها وحرزوها حتى في الاعياد ان شاء الله، وكاع الافراح تاعكم. دونك قبل ما نبداو، صلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى عليه الف صلاه وسلام. كما راكم تشوفوا هنايا، راني مجده لاباط. هذه سي اون بات سابلي، ديري اي بات سابلي عندك ناجحه، اي بات سابلي. باغ كونطخ الشرط الوحيد، نقصي لها السكر. ديري حدك ملعقه تاع السكر، ولا كي تكثري ملعقتين با بلوس، باسكو غادي تجي هادي غادي تجي حلوه بزاف. دونك يفو ميو تنقصي السكر من العجينه. فوالا، ديري اي بات سابلي عندك انتيا وتنجح لك. الوغ من جهه، هادي انا غادي نخدمها دائريه بال اون بورت بياس هكاك صغير. شوفوا في هاد لاطاي، زعما ماشي كبير بزاف. دونك ديرهم هكاك حبات صغيرين، ماشي صغار بزاف، نورمال تاع طاي تاع حبه كاطو. انا المهم هذا في ليمول اللي عندنا صيغي، هذا هو الصغير كاع. اوكي صح، انا هذا من بعد غادي نطبع حبات تاع لاباط سابلي، وغادي ندخلهم بلوتو غادي نعمر بهم السنين بلا ما ندخلهم يطيبوا. اونتخ تو غادي نحضروا حنا لا مورينغ. لا مورينغ تاعنا حنا شافيها، خاطش هاد الكاطو يطيب بلا مورينغ تاعه. عندنا نص عبر تاع بيض، تاع بياض البيض، نص عبر بياض البيض، غادي يقابله عبر تاع السكر. صاي هنا عندي نصف تاع البول، ثلاث حبات بيض عندي كبار، ثلاثه بياض البيض جاوني في النص تاع هذا البول كيما راكم تشوفوا. دونك انا البول اللي كيف هذا درت فيه واحد تاع سكر معمر بيان. اوكي، وغادي ندي معطر منكه نتاع فراوله، بات اغوم فريز. انت ديري اي بات اغوم تبغي تخليها بيضه وديري لافاني، انت حره. تبغي ديري الوان من بعد تقسمي وديري الوان. اول حاجه غنديرها، غادي نديرو هذاك بياض البيض في البول تاعنا. شيرات البيض، بياض البيض يكون بدرجه حراره الغرفه، ما ديريش بيض البيض بارد وتقرعيه يطلع لك. اول حاجه غادي نديروها، غادي نبدا نطلع هذاك بياض البيض. كما راكم تشوفوا ما غاديش يطلع بزاف. اوكي، فوالا كيما هاك، ما غاديش نقطع لكم باش تشوفوه، سمحوا لي الحس. كي يتدرب بيان غادي هاد الكميه تاع السكر غادي نقسموها على ثلاث خطرات. ديروا خطره ونعاودوا شويه ونعاودوا الشويه التاليه، نكملوها حتى يطلع لنا غايه. فوالا الكميه الاولى، غنزيدو كمية زاوجة. كيما هاك نخدمو كمية تالتة. نقعدو نخدمو حتى يولي لنا القوام تاعه تاع مورينغ نيشان، اللي تكون شاده روحها وجامده. وشيرات انا كملت التخليط تاع لا مورينغ وزدت، وشوفوا دير هاد لو باك. انا درت لها الملون غذائي احمر بالذوق الفراوله، بانك طاح شويه هذاك الكو، ونبغيها تجيني شويه غوز. بونتي حره، ما تبغيش دير لها، تبغي تخليها بيضاء، اجوتي لها شويه ملون غذائي ابيض باه تجي بيضيه تاعها ناصعه. دروك غادي نخدم انايا لاباط سابلي تاعي، نقطعها نديرها دوائر ونديرها في الصينيه، ونولي لكم ما نكملوا بقيه الوصفه. بون خواتاتي، الوغ هنايا حضرت انايا هذوك لي بياس تاعي تاع الكادو تاع جاريف با بارلي تاع سابلي. لا مورينغ تاعي وجدتها في اون بوش كي من هكاك، كاع ما عندكش تخدمي ملعقه. بون انا نبغي خدمه شويه تكون نقيه، قرا تشوفوا البو تاع لا كونفيتور. علاش نخدمو بلا كونفيتور؟
دوك نفهمكم لا كونفي لا ميغين كي غادي نديروها حنايا فوق الكادو تاعنا ما غاديش ترتب كي طيب، ما ترتبليش في العجينه صح، خدش غادي طيب فيها. دوكو اللي قلنا حاجه اللي تلعب كومين كول دقيقه ما نجيبش ب 70 حل البوطه تاع الياغورت الكونفيتور. دونك قلت لكم خصنا حاجه تندير كومين كول، ولا كونفيتور هي اللي غادي تخدم لنا لا كول ما بين لا بات وبين هذيك لا مورينغ اللي غادي ديروها. دونك كيما راكم تشوفوا، شوف ها غادي نمسح غير الكفه تاع المغرفه ماشي حاجه كبيره، وغادي نمسحه هكاك على الوش تاع الحبه تاع على العجين هكاك. هذا العاد عجينه كما كتشوفوا مازال ما طيبنا ما والو، كيما هاك فوالا غادي نفوت عليهم كاع ما كتروش، سينو كون نكثروا غادي هذيك لا ميرينغ غادي تجليسي وتهود لنا من فوق الحبه تاع الكاطو. فوالا الفرن تاعي راه شاعل كيما على بالكم، دائما نقولها لكم قبل ما تدي الوصفه تاعك الفرن تاعك ديريه يسخن. انتي تعرفي الفرن تاعك كل وحده الفرن تاعها كيطيب، كاين اللي تنقص له بيطيب مليح، كاين اللي تزيد له بيطيب مليح، سا ديبون. دونك حنا ليسونسييل هذيك الكاطو غادي يطيب، ولا ميرينغ لازم تكون قاصحه ما نخلوهاش طريه خاطرش غادي كي تخرج للهواء غادي يسوطها الهواء غادي تطيح. دونك اللي ما درنا والو عليها قلت لكم ملي لا ميرينغ تاعكم تكون بيان سيري، فوالا لا ميرينغ تكون بيان سيري باه ما طيحناش بعد تجي كيما لا كوشه الحلوه من الفوق. ميرينغ كيما اللي تشروها هكاك ميرينغ من برا غتجيكم يكوش من الفوق، انت ديريها باي شكل بغيتي بصح حنا هادو من بكري نديروهم بهذه الطريقه. حنايا انا ملي نعقل على روحي صغيره كانت الوالده ربي يحفظها ديرها لنا، ماما كانت تديرهم لنا. دونك كنا نديرهم في العياد وكاع بصح كنا نديرهم بهذا الشكل ما كناش نبدلو الشكل. دونك هما لي فو ماكارون كيما نقول صح. دونك اللي ما يخرجوا لهاش لي ماكارون تاع اللوز وتبغي تقتصد وما تبغيش دير هادوك تاع اللوز دير هادو بالفارينه نورمال سابلي وغادي ديكوريه بلا ميرينغ. عيد نهضر باه نلهيكم وطولت باسكو راه بزاف الحبات هنا هادي سي بون صايي دوك نكملو. فوالا غير مسحه خفيفه الشيرات قلت لكم تاع لا كونفيتور. فوالا انا ندير تاع المشماشيه اللي تجي شابه. كي كملت هنا غادي ندي مقص وغادي نقطع بصح ما نقطعش بزاف تتغلبني. شوف نقطع غير شويه لو بو ونبدا كم تشوفوا هكا بيان. وغادي نبدا هنا باكزومبل غادي نبدا نحط لا ميرينغ فوالا كيما هكا باكزومبل. تنجمي تخدمي بالعقة فوالا كيما هكاك، بغيت نديرها هاك باه تجيني خدمة قية. ونكمل كاع الحبات تاوعي الصينيه كاع وندخلها طيب في الفرن. قلت لكم ما تحلوش عليها باش لا ميرينغ تاعكم ما طيح لكمش. الاخواتاتي هنايا كملت الصينيه غادي نضربهم شويه كيما هكا على الارض وغادي ندخلهم للفرن يطيبوا وتشد روحها غايه هذيك لا ميرينغ ونتلاقوا ان شاء الله. اي اخواتاتي شوفوا هنايا طابت الكادو تاعنا طاب، شوفوا غادي يعطينا كيما هكاك. على قلت لكم نديروا له الكونفيتور باه يلصقه ما سينو ما يلصقناش لا ميرينغ طير كي طيب. فوالا غادي ندير حبه مع حبه. انا درت شويه تاع الناس اللي كانت عندي كراميل. تنجمي ديري طوفيا تنجمي ديري كونفيتور اي حاجه، شوف لك حاجه اللي مشي غير يشربها تما وصايي لك حاجه شويه ايبس. انا خلطت معها شويه تاع بودره اللوز كانت باقيت لي فوالا، ووجدت نوات كوكو باه ندير في الجوانب. تدي نوات كوكو ديري ديري اي حاجه باه ديريها في الجوانب. سمحوا لي دقيقه بالله هكا نحس. دونك فوالا لصقي باي حاجه كي بغيتها. دونك غادي ندي انا من الميلونج دير شويه شيرات ما توشوهمش في الوجه، ما توشوش في الوجه باسكو تتهرس هذه كنت توشوها في الوجه تتهرس. فوالا دير كومتيتي هكا ونروح نحط الحبه
الزوجه غير بشويه نشد وين كاين لاباط باه ما نطردقهاش. غادي نمشي ندير بالزياده باه يخرج هذاك شويه لافاكس تخرج، نمسحها كاع ولا مسحي بالكونفيتور انت حره، ديري لداخل حاجه ومسحي من برا بالكونفيتور باه تلصق. وليت حاجه ديكوريها هي باش تدرك لنا هاد لي ديفو صاي، وندير لا نواس كوكو هكا. شوفوا توشيت غير شويه، شوفوا راهي تنتحك كاع هذيك لا ميرينغ. فوالا صادون هاد الحبه تاع الكاطو شابه عاليه بنينه، بعد نقسمها لكم تشوفوها فيه صح للتقديم ان شاء الله. فوالا حبوباتي الحلوين لي فو ماكارون تاعنا هما واجدين. سيبولي غادي نسقم لكم الكاميرا باش تشوفوا بيان. فوالا فوالا ها لي فو ماكارون تاعنا، ها لي فو ماكارون فوالا هاد الشكل. الجهتين لصقتهم انا ودرت لهم لو تور تاعهم بال نواس كوكو. ديري اي حاجه انت حره. درت لهم لولادي اللي بقات لا ميرينغ درتها لهم كيما هكا. كل على قلت لكم ترشوا رشه تاع كاكاو مطحون ماشي محمص، يكون مطحون خضر، ترشوا هكا كامل على الوجه تاع الميرينغ. شوفوا كي تعطيكم تعطيكم افي شباب، تمد افي شباب كيما هكا. انت قادره في الكاطو كيما هكا ترشي شويه. دونك فوالا الوغ قلت لكم ما تزيروش على الحبه منا. شوفوا انايا من داك ديليكات لا ميرينغ تتهرس غير شويه عندكم هنا يخلط لاطراس تاع صبعي. ليسونسييل انا غادي نوريكم هادو خليت وجدتهم لولادي دوك يجيو من المدرسه بعدا يفرحوا يبغوا لا ميرينغ. غادي نديكم حبه اسيدي ندو هادي، غادي نوريكم حبه نهرسوها بليتو نمشي نهرسوها نقسموها. فوالا شوفوا غادي نقسمو الحبه بصمه. فوالا حاجه رائعه الشيره، تجربوها هذه غادي تولوا تعتمدوها في الاعياد، تولوا تعتمدوها في المناسبات تاعكم. فرانشمون حاجه شابه، ريحتها شابه. كاين هذاك لو كروكون تاع تاع لا ميرينغ من الفوق، كاين هذيك لا طوندريس تاع تاع الداخل تاع العجينه وتاع باش لصقتي وكاع، حاجه تحفه قمه. اختكم ناديه تجيب لكم غير الحاجه اللي شابه وبنينه وناجحه جدا. نقول لكم ان شاء الله عجبتكم الوصفه. شيرات ما تنسونيش بالدعم، ديروا لايك راكم مش ديروا لايك قبل ما تشوفوا الفيديو، ديروا لايك ودخلوا شوفوا شويه من الفيديو وديروا لي امتي كومونتير. اللي مازال ما اشتركش في القناه دير اشتراك، تفعل زر الجرس. نقول لكم ربي يحفظكم كاع الناس اللي راهم مورايا ومشجعيني ودائما حاضرين ودائما بلي كومونتير تاعهم والمساعده تاعكم. ربي يحفظكم يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي، دعوه من القلب. نقول لكم الى الملتقى، دمتم في رعايه الرحمن، مع السلامه.